التتش. وهذه هي الصورة التي ننتظرها. مليون مبروك، مليون مبروك على النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، مليون مبروك على جماهير النادي الأهلي، مليون مبروك للأهلوية، مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك للأستاذ محمد كامل المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السادات القابضة. يوم للتاريخ. ودي بقى معاد الصورة السيلفي، دي الصورة التاريخية اللي كله يطلع موبايله وياخد هذه الصورة العظيمة، الصورة اللي بتكتب بالتاريخ من خلال وجودنا هنا. واحنا كلنا دلوقتي، اتحدى ان في واحد قاعد ما يكونش جسمه بيقشعر. اتحدى السادة اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي المحترمين يتفضلوا هنا. هذه هي الصورة التاريخية والإنجاز الكبير، هذا هو الإنجاز الكبير.